تحت شعار نجري معا نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة، انطلقت فعاليات الماراثون الأخضر في نسخته الثالثة للاتحاد المصري للتأمين، وذلك بالتزامن مع اقتراب استضافة مصر لقمة المناخ COP27 بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بمضمار الجري بمركز شباب الجزيرة. النهاردة طبعاً الماراثون الأخضر مع هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، علشان نقول أيضاً الحياة في مصر نحو الأخضر، نحو البيئة النظيفة، لكن الأصل هو الجري والصحة وأسلوب حياة. النهاردة في مركز شباب الجزيرة الحقيقة احنا مطورين المركز بشكل كبير جدا، مركز مع نادي الجزيرة مع نادي الخلوصية، هما شكل واحد، تراك 2 كيلو، كل الناس بتيجي تمشي وتجري بشكل مستدام. النهاردة اكيد تحفيز اكتر للجري والمشي بوجودنا مع الشباب مع الاسر، وبنقول للناس اجري وامشي. النهاردة سعداء جدا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الماراثون. نتكلم على جزئتين مهمتين، نتكلم على الرياضة، نتكلم على الصحة، ونتكلم على التنمية المستدامة. الشعار بتاع المؤتمر اللي واخد في اعتباره الجزء المتعلق بالبيئة الخضراء والجزء المتعلق باستضافة مصر COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر إن شاء الله، فدي بداية الفعاليات اللي احنا بنعملها كهيئة الرقابة المالية من خلال الاتحاد المصري للتأمين وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. وزارة الشباب والرياضة الحقيقة داعمة بشكل كبير جدا جدا، وأنا بعتقد إنه البداية بتاعت النهاردة هتكون لها تأثير مهم جدا، مش بس يبقى متقاسم هذا الكلام على قطاع التأمين ولكن لكل القطاعات الأخرى الخاضعة لهيئة الرقابة المالية. نتمنى دايما التعاون المستمر مع السيد وزير الشباب والرياضة، وأعتقد عندنا برنامجين مهمين جدا. البرنامج الأولاني المتعلق إن احنا نشوف تأمين من خلال الاتحاد المصري للتأمين على الرياضيين سواء الحاليين أو المتقاعدين، كمان الجزء المتعلق بصندوق دعم الرياضة. كان في توجيه مهم جدا من السيادة الرئيس لسيادة الوزير اللي بقى فيه يعني رعاية للمتفوقين والرياضيين، وأعتقد هتقل إسهامات مادية مهمة جدا في دعم هذا الصندوق. الهدف إن احنا بنقول ندي رسالة إن احنا كقطاع تأمين مهتمين جدا بتطبيق البيئة المستدامة والوصول لحل مشاكل الاثار المرتبه على قمه اللي بتحصل في الاثار المرتبه للمناخ. عندنا فعاليات، العديد من الفعاليات ابتديناها بهذا الموسم، وبعد كده مكملين في الفعاليات بتاعتنا. هيكون عندنا بعد كده في مؤتمر شرم الشيخ اللي احنا بنعمله كل سنه، هنعمله السنه دي من 2 ل 4 اكتوبر. المؤتمر السنه دي هيكون فيه سيشن لمده 3 ساعات هتتكلم بصفه متخصصه عن المناخ، الاثار المترتبه عليه، ازاي شركات التامين تقدر تعالجها، وخاصه فيما يتعلق بنقص الميه، يتعلق بالجفاف، فيما يتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين، ازاي نقدر نتغلب عليها كقطاع تامين. يعني احنا بنتكلم من وجهه نظر قطاع التامين سواء وثائق او منتجات تامينيه. اكثر من 2000 مشارك من عدد من المحافظات ومن مختلف المراحل العمريه شاركوا بالماراثون الاخضر، حيث شهد منافسة قوية بين المشاركين ومن بينهم عددا من الأسر. النهضة تحت شعار الماراثون الأخضر وتمهيدا لمؤتمر المناخ الذي يؤخر في شهر 11 في شرم الشيخ. دي من أولى فعالياته اللي هي نجري سويا بيئة صالحة صحة مستدامة. المنظمات دي لو اتعملت يعني كل شهرين هتبقى حاجة كويسة أوي. هو كان حلو وجميل وأنا حبيته أوي. احنا جايين من الشرقية وشاركنا في الماراثون. تدريبات جماعية ومسابقات لبعض الرياضات ومنها ألعاب التحدي واجتياز الموانع والركض أقيمت على هامش الماراثون، وفي الختام تم تكريم الفائزين بتلك المسابقات. سعدة بالمشاركة النهاردة في الماراثون اللي بينظم الاتحاد المصري للتأمين. ده الماراثون الثالث، ثلاث سنين اتعمل قبل كده 2، السنة دي معمول عشان التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والتوعية بأهمية التنمية. لا هو إيفنت جميل والرياضة عموما شيء كويس وبتحسن نفسية الواحد وبتعمل ومن صحته ومن كل حاجة، فحلو قوي إن احنا نشارك في حاجات كتير زي كده. بهجة وسعادة كبيرة بين المشاركين بالماراثون الأخضر الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بحضور عدد كبير من المشاركين، خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27. أحمد سعيد، مصر الزراعية.